فيلا من الأول مش معانا أي مشروع، أنا فرمت الجهاز. دلوقتي أنا هبدأ مشروع جديد، هقول له نيو وأقول له إن عايز أركتكتشر تمبليت. لو أنا اخترت ستراكشر وجيت أرسم حوايط هتلاقي حوايط ما بتظهرش، لأن هي بتبقى مظبطة التسيبلين بتاعتها على الاستراكشر وبتحصل مشكلة. طيب زي ما قلنا، أول حاجة efficient، أبدأ أظبط الارتفاع بتاعتي. What level وابدا اظبط الجريد بالشكل دوت. ممكن الجريد ده اكررها اكتر من مره، فاعمل لها ايه؟ اعمل لها اري، اقول له اري وابدا اقول له انا هديك مثلا عايز 5 جريد، واقول اول نقطه وثاني نقطه، ويبدأ يحط بقية الجريد بالشكل دوت. يعني لو أنا رسمت جريد كده وخليت ده مثلا إيه وعايز يتكرر، هاخده كده كوبي أري، أقول له أنا عايز مثلا 6، وفي أول وآخر واحدة اللي هي لاست يبقى أول وآخر واحدة، وهو يوزع بقى الحاجات في النص بالشكل دوت. وهو بيعملها لما بيعمل اري بيعمل جروب، بمعنى ان انا لو قلت عليه واحد فيهم الاقي جروب، فاقدر اغير الرقم ده مثلا ل 8 فيبدا يوزعهم بالشكل ده، او 4 يوزعهم بالشكل دوت. طيب ممكن اروح اعمل سيلكت على كله واقول له فلتر على اساس اشيل الجريد، اخلي بس الموديل جروب واقول له ايه عن جروب، وكده تبقى عناصر عاديه. لما اعمل سيلكت عليه بيعمل سيلكت على العنصر نفسه. طيب نستعملها سريعا بالنسبه للمشاكل اللي هاخدها. طيب لو انا عايز اعمل الجروب، بعمل سيلكت على الجريد اللي انا عايز اعمله جروب واقول له اري، اري بيعمل اري وبيعمل جروب في نفس الوقت. ليه؟ لان في اختيار اهو اسمه جروب اند اسيت، فلو انا شلت الاختيار دوت يبقى هيعملها لي بس من غير جروب، فانا بقول له لا خليها جروب لعل وعسى انا عايز اغير بدل ما اعمل تراجع وارسم الحاجات من اول وجديد، لا خليها ايه جروب مره واحده وكويس. طيب امر اري في عندي اختيار هنا اللي هو عددهم كام، 3 4 زي ما احنا عايزين. موف تو يعني هديله اول نقطه، ثاني نقطه، تو سكند، او بديله اللاست. طيب في لو انا عندي عنصر وليكن مثلا عندي عمود بالشكل دوت، لو انا عندي عمود اهو بالشكل ده عايز اعمل له امر اري اللي هو الدائري، عندي عايز اعمل ايه موضوع الاري بس هو على شكل دائري ماشي، فهقول له انا عايز من امر موديفاي
ماشي. الموديفاي بقول له انا عايز امر array. طيب لو احنا جربنا كده امر array على العنصر دوت، لو انا قلت له الاختيار ده هو اللاين، قلت له مثلا من هنا لهنا مثلا 5 عشان تبقى معانا، هيبدأ يعملهم بالشكل دوت. لو سحبت ده هيبدأ يسحبه معايا، هيحافظ عليه. لو ما خليتهوش على خط مستقيم هيبدأ يشوف ايه اللي بين الخطين ويبدأ يظبطه. طيب لا ده انا عايز على شكل دائري. طيب هتلاقي مشكلة بقى لما نعمل دائري، ان انا اقول له array واقول له ايه انا عايز على شكل دائرة. لو هم مثلا قلت له خليهم مثلا 5 وقلت له الفورم من هنا لهنا، لف كلهم في نفس المكان، اعملهم كلهم في نفس المكان، تمام؟ ده مش صح. طيب اعملها ازاي؟ اجي هنا واقول له انا عايز امر الري على شكل دائره، وانقل نقطه المركز تحت، يعني انقلها مثلا من هنا لهنا، ماشي؟ واقول له انا عايز من هنا مثلا بزاويه مثلا 62 او زي ما انا عايز، تمام؟ قلت له مثلا دول 3. طيب ممكن اجي هنا واقول له لا خليهم بالشكل دوت، اقدر اعدل فيها زي ما انا عايز. طيب الثلاثه دول في اي لحظه ممكن اقول له لا اعدلهم لي، كبر لي الرقم زي ما انا عايز. ممكن اقول له المسافه دي عايزها تتغير، بدل 4 متر عايزها مثلا 2 متر. الثلاثه دي خليها مثلا 10. نص الجروب بقى ان هو بيبدا يعدل على شكل انا عايزه. بس المهم لو انا بعمل الدائري اهتم بنقطه المركز، لانها تفرق كتير جدا معاك في الشكل التاني. طيب نجربها كده ونكمل. ده امر اري وده بيسهل عليا كتير جدا في الشغل بتاعي. طيب بالنسبه للجروب، اي لحظه ممكن اعمل سبيكت واقول له انا عايز ادخل جوه الجروب دوت، ممكن اقول له ايه الجروب. طيب قبل ما اعمل كده خلينا ناخد كده كوبي هنا لهنا ونشوف ايه اللي هيحصل. لو انا دخلت على الجروب هنا اخترت عنصر اهو،
طيب اخترت العنصر هنا وقلت له ايد الجروب، تمام. طيب ايد الجروب ده بعمل سيلكت على العمود دوت وحركه لهنا، ماشي، واقول له فينش. ايه اللي هيحصل؟ كلهم اتحركوا لهنا، تمام. وده برضو اتحرك نفس الحاجات، يعني الحركة هنا هو نفس الحركة هنا. فلو انا عندي بعض العناصر مثلا الفرنتشر بتاع غرفة، والغرفة دي متكررة، اعملها جروب وابدا احطها في كل مكان. طيب خليني ارسم مثلا حته صغيره خالص، حته صغيره خالص، اصغر حته ممكن ترسمها يعني، ماشي. طيب خليني ادخل بقى على ديت واقول له edit group. عندي هنا اختيار اسمه اد وريموف. اد اقدر اضيف عنصر، كل العناصر اللي موجوده في الجروب بقت لونها رمادي، اللي مش موجود في الجروب بس هو شغال معايا كده. انا ضفت الحته دي، اقول له فينش، هياخد بقى الحته دي يضيفهم ليهم كلهم بالشكل ده. طيب وممكن برضه العكس، ممكن اجي هنا واقول له اد جروب واقول له ريموف واقدر اشيل دوت، تمام. طب لو شلت الاثنين خلاص، بيقول لي خلي بالك ان كده الجروب ما بقاش خالص، بقى فاضي، لغى الجروب. ده ما بقاش جوه الجروب، ده اللي بقى جوه الجروب. يعني لو جيت هنا وعدلت في دوت، خلينا عدل فيه، اقول له هنا اد جروب واقول له العنصر ده من هنا لهنا واقول له فينش، هنلاقي دول اتعدلوا، بينما دول خلاص مفيش علاقه. ده لما عدل فيه بيتعدل من اي شكل خالص، والباقي ما بتاثرش بيه. خدت موضوع الجروب. خلينا نقول له احنا عايزين مثلا ايه، عشان نعمل المشروع بتاعنا عايزين نرسم مثلا بول، اهو زي ما رسمنا المرة اللي فاتت. طيب الحاجات اللي احنا رسمناها دي الارسال بتاعها مظبوط ولا لا؟ من حد ليفل 1 لحد ليفل. طيب لو انا عايز اعدل حته من الحوايط، ممكن اعمل سيلكت عليها واقول له انا عايز اعمل ايدي بروفايل. ايدي بروفايل ينفع اعدل فيها وانا واقف شايفها من فوق، بيقول لي لازم ايه، تبدا تشوفها من اي اليفيشن او 3 دي، اقول له اوكي، فبيجيب لي ان انا اقدر اعدل فيه شكل حته، ممكن اعمل فيها اوبننج، اعمل فيها فتحات. بس لو انا عملت فتحات هنا مش هيجيبها لي الحصر، لو انا عايز احصر يبقى لازم اعملها لقيت فم. هنا ممكن اقول له انا عايز اوبننج على الشكل دوت او على الشكل ده، شكله بيضاوي اهوت، او ممكن ارسم بعض الاقواس، المهم يكون الشكل بتاعي ايه، مغلق. طيب ممكن حتى اعدل في الشكل اللي بره، ممكن اجي هنا واقول له ايه، ارسم لي قوس في الحته دي، بس لازم اقطع من هنا ومن هنا. كده لما اقول له موافق يبدا يجيب لي الشكل ده. اقدر هنا اقول له انا عايز اشوف على ايد شديد مثلا بالشكل ده. طيب الحته ديت لو انا عايز اخلي فيها كذا لير تاني اوقف ولا اكمل؟ طيب هقول له انا عايز هنا اديت، طيب واقول له اديت وابدا اضيف ليرين اهوت، اقول له ان عايز اضيف لير، اللير دي مثلا فينيش وخليها مثلا 10، وابدا اختار الماتيريال بتاعتها. كله ايه، خد نفس اللون. طيب انا عايز لير فوق
اغير فيها، يعني في لير فيو عايز اغير فيها، يعني عندي الحته دي في لير فيو عايز اطلع بيها سنه، انزل بيها سنه، او اغير فيها باي شكل من الاشكال. هنشوفها مع بعض باكتر من طريقه. تمام، طيب دلوقتي ايه؟ خليني امسك واحده من دول واقول ايه. طيب انا كده شايف الحاجه من فوق، فانا ممكن اقول له لا ده انا عايز اشوفها سيكشن. طيب لو عملنا زوم هتلاقي دول كلهم حته واحده، انا عايز اخلي دي لوحديها ودي لوحديها ودي لوحديها، فانا ممكن اعمل ايه؟ موديفاي، طبعا سيلكت على الجزء اللي تحت خالص، هو معمول له ايه اهو، موديفاي. طيب انا عايز اقول له عدل، موديفاي اقول له ايه اف دوت. بحيث ان ينفع انها ايه تستحب بعد كده الوقت. طيب خلينا كده نشوفها في سيكشن، اقول له انا عايز اخد سيكشن في الحته دي كده. المفروض لما هتقبل هيبدا دي خلي دي كده فاين، لما هيبقى خلي دي لوحدها ودي لوحدها، في انا سهم وانا سهم، هو لسه ما عملهاش اديت. موديفاي اللي ركنا الاف دوت ده طيب اوكي فكنا دي بقت لوحديها، دي لوحديها ودي لوحديها. بفرض ان انا مثلا عندي الحته كلها بتوصل لمستوى معين ما عدا الفينش، بينزل سنه عشان نغطي على البلاط. طب اقول له ايديت تايب واروح معلم على اللير اللي انا عايزها واقول له ايه موديفاي واشيل الليف. اوكي خلاص بقى ده نفصل ده. باي المفتوح تعمل باي مفتوح باي ده اوكي خليني اقفل دوت. طيب في طريقه برضو تانية، لو انا عايز اعمل تخصيص للعناصر بتاعتي، ودي تنفع مع الفلور وتنفع برضو مع الحوايط. عباره عن ايه؟ انا هحول الحيطه او الفلور، تمام، هحولها لحاجه اسمها بارتس، يعني كل لير لوحدها، كل لير اقدر اشتغل عليه لوحدها. الاختيار اللي هو دوت، انا عندي هنا كريت اسمبلي وعندي كريت جروب، اقول له كريت بارتس. حصل ايه؟ بقت اللاير دي لوحديها واللاير دي لوحديها واللاير دي لوحديها. بقدر اعمل سيلكت على دي مثلا واقول له ديفايد بارت، قسمها لي لاجزاء، واقول له اديت سكتش
خلي دي مثلا لوحديها. لازم احدد له ست واقول له ان انا عايز ارسم على دي. طيب دي بقى نتيجتها ايه؟ كل جزء فيهم يبقى ليه خصائص خاصة بيه. ده ممكن تعمل سيلكت عليه تلاقي الخصائص بتاعته مختلفة عن بقية العناصر. تمام؟ هنشوف ازاي مثلا ممكن اعمل له مثلا اكسكلود. ازاي اقدر اعمل له شو شيب؟ يعني اقدر اتحكم فيه او بعد كده اقدر اسحبه مثلا لبره شويه او جوه زي ما انا عايز. يعني العنصر ده اهو اقدر اعمل عليه سيلكت اكسكلود واقول له شو شيب هاندل، يبقى عنده هاندل اقدر ايه اعدل فيه بالشكل دوت. الناس تجربها قبل ما نكمل.
طيب كنت لسه مرة بتقول على حاجة تانية احنا كنا عملناها زمان، اللي هي موضوع ان انا اعمل بنت يعني ايه؟ يعني عندي الحيطة نفسها عايز اديها اكتر من الماتيريال، فانا باجي هنا عند الحيطة واقول له ايه؟ اول حاجة اقول له انا عايز بريت فيس، واحدد الحيطة اللي انا عايزها مثلا الحيطة دي، وابدا اخد منها اجزاء، اقول له مثلا عايز الجزء ده اهو، ممكن اخد بقى ايه سبليت فيس اكتر من جزء الحيطه نفسها، ممكن اقول مثلا جزء دائري هو كله. بيقول لي كل مره اخد شكل مغلق واحد بس. طيب ميزتها ايه بقى الجزء ده؟ انا اقدر اديله ماتيريال، اقول له بنت اختار ماتيريال مختلف، بالشكل دوت، بحيث ممكن اعمل تشكيلات على الارضيه او على الحيطه اكتر من لون يطلع شكله كويس. طيب كرييت بارتس يعني فكرتها ان انا بيبقى عندي الشغل كله هيبقى على اخر لاير موجوده اللي هي لاير فريش، بعمل اهوت بقول له كرييت بارتس، فبيقسم لي دي لاير دوت وده، ممكن اقول له الغي جزء واحد فيهم، يعني في لاير فيهم انا مش عايزها اعمل سيلكت، واقول له ايه اكسكلود بارتس. طيب لو احنا جينا نبص كده على بص على الخصائص بتاعت الفيو نفسها، مش عامل سيلكت ولا حاجه، بص على الخصائص، بلاقي عندي حاجه اسمها بارتس ستابيليتي، بيقول لي هل انت عايز شو بارت ولا شو اوريجينال، اوريجينال يعني الشكل الاصلي ولا شو بوز، يعني هشوف الاثنين مع بعض، يعني لو قلت له شو بارتس هيبدا يجيب لي الاجزاء، تلاقي الاجزاء هي موجوده وفي حتتين ناحيه، او اقول له لا انا عايز الاوريجينال بس، فكل اللي انا عملته بارتس بتتري بارتس ده بيبقى مهم جدا بالذات في شغل شوب دروينج عشان نبين بعض التفاصيل في البلاطه وحاجات زي كده. على سبيل المثال ممكن يكون ايه عايز يشوف المسافه اللي بين البلاطه والبلاطه اللي هي الفراغ مثلا 1 مللي كده، تمام، ممكن اقول له لا ده انا عايز اشوفهم الاثنين شو بوز، فبيبدا يوريني الاثنين مع بعض حسب بقى ما احنا عايز ايه اللي انا عايز اشوفه دلوقتي. طيب لو انا جيت هنا قلت له انا عايز ده يبقى ستراكشر، كل الحوائط المعماري اختفت واللي اتبقى بس لو في حاجه ايه بارتس او حاجه ستراكشر هي بس اللي هتبقى موجوده، البارتات مش متصنفه على انها معماري فهي بس. لو عايز ارجعها تاني اقول له اركتشر، الشغل كله هيتم مره تانيه. تمام كده ولا في مشاكل؟ طيب في مثلا لو انا عايز جزء معين اعمل له تفصيله معينه، على سبيل المثال مثلا خلينا نفتح مثلا ليفل 1، عندي مثلا الحته دي عايز احط فيها سكاشن كتير قوي واحط التفصيل بتاعتها، الحته دي عايز اعمل لها التفصيل بتاعتها، فاعمل ايه؟ خلينا نسكت الرزيت،
تمام، هعمل سيلكت على العنصر اللي انا عايزه واقول له اعمل لي ايه؟ كريت اسمبل. هيبدا ياخد العنصر ده ويبدا ايه؟ يفسره بشكل قوي. على سبيل المثال خليني احط مثلا باب مثلا دور. هعمل سيلكت على الباب واقول له ايه؟ كريت اسمبل. يقول لي انت عايز الاسمبلي اللي هي التفاصيل ديت هتبقى اسمها ايه؟ دور 1. هعمل سيلكت واقول له كريت، هيبدا بقى يعمل لي للباب ده الفيشن 1 وفيشن 2 وسكشن دي سكشنين وبارتس وليست ودور سكادول، كل اللي انا عايزه للباب ده. نشوف ممكن احطه في انهي شيء. وبعد كده هننزل تحت هنلاقي عندي حاجه ظهرت جديده كانت موجوده قبل كده اسمها اسمبل. هنلاقي الباب ده في 3 دي واخد فيه سكشنين. وبعد كده يجيبوا لك من الاليفيشنز، كل الاليفيشن بيشوف الباب بقى شكله. وبعد كده دور سكادول وماتيريال حصر للخامات اللي موجوده في الباب ده بس. وبارت تيست دي الستات الحاجات الموجوده، وده الشيت هو. اقدر بقى بعد كده اسحب واحط في الشيت. فموضوع البارت ده مهم للناس اللي عايزه ايه تفصيل للشغل بتاعها. الناس تجربها اللي هو موضوع الاسمبلي. الناس تجرب الاسمبل لو حد عنده مشكلة.
طيب لو انا عايز اعمل الحيطه فيها حفره، بس الحفره دي مش مكمله للاخر لنصها. طيب تعال نمسك اي حيطه اهوت، الحيطه دي مثلا عايز اعمل حفره فيها. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي هنا واقول له انا عايز كومبوننت موديل ان بليس واختار وول. انا كده بعمل فاميلي جوه المشروع. طيب اي حاجه عشان بس مع الجراوند هقول له شو كنت انا ظبطتها على حته المره اللي فاتت، هقول له بيك ابلان واختار الحته اللي انا عايزها وهبدا اقول له كرييت واقول له فويد، يعني اللي انا هعمله ده اكتبه زي فجوه فويد اكسكلوجن. طيب هقول له بقى انا عايز ارسم ايه، خط كده خط كده اهو، وبعد كده هرسم قوس. دي بقى عباره عن ايه؟ عن بويد او فجوه، ولو انا عايز اخليها عباره عن سوليد اقدر اغيرها من الاختصاص بتاعتها واقول له اوكي. طيب الفجوه دي معموله ايه؟ بمقاس الحته بالظبط، انا عايزها اقل من مقاس الحته. ودي عايزها ايه؟ تطلع بره مش مشكله. يبقى انا عملت ايه؟ عملت فجوه. طيب عايز اطرح بقى الحيطه دي بالفجوه دي، اقول له قط واقطع الحيطه دي مع الفجوه دي واقول له اوكي. عمل لي ايه؟ عمل لي كده فجوه الحيطه، اقدر احط فيها المصباح بتاعي. يعني زي ما كانوا بيعملوا فجوه كده بحيث ان انا احط فيها المصباح. جربيها بقى مش هتفهم.
طيب انا عايز الجزء اللي هو بتاع المشكله دوت. قبل المشكله كان في مهندس مره بيتكلم في حاجه اللي هي لما احنا عملنا بارتس، انا عايز اشوف البارتس، هاجي هنا اقول له ايه شو بارتس. طيب الجزء اللي هو بره دوت ممكن اجي اعمل عليه سيلكت واقول له ايه، لو شفت علامه دي هتلاقيه ظهر معايا، حطيتها بيختفي البارتس. طيب حاجه كمان، اقدر اتحكم في الماتيريال بتاعتي. في هنا بيقول لي ايه ماتيريال باي اوريجين، يعني نفس الماتيريال بتاعت الفيتي. طب اشيل العلامه من هنا، هيقول لي انت عايز الماتيريال ايه، هيديني ان انا اختار ماتيريال مختلفه عن الحيطه اللي كانت موجوده. تمام، وده بيستخدم كتير في موضوع الدرون، ممكن اديله اي ماتيريال ثانيه مختلفه بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نشوف موضوع ازاي نعمل الفجوه اللي في قلب الحيطه. الحيطه دي مثلا اهي الثانية خالص، هاجي هنا واقول له انا عايز كومبوننت موديل ان بليس، اختار الوول اوكي، وعايز اقول له نفس مع الحته دي، بقول له فيت بيك ادهان اهو. اقول له فويد سولوشن وابدا ارسم الكفر بتاعتي. وتقدر تكتب بالارقام، يعني بدل 50 دي خليها مثلا 100، وبدل 0 خليها ماينس 100، يبقى كده في 100 ناحيه و100 ناحيه. اوكي طيب عايز اطرحها، اقول له قط والشكل الاصلي من هنا.
الصورة دي أوريك حديقة الباندا اللي احنا شغالين عليها، حديقة الباندا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، أوريها لك دلوقتي. عند حديقة الحيوان بتاعت الخور، أو مشوار الصراحة. باندا مش منتشر، منتشر نوع 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 بس كده ده. تعالى أوريك حاجة، أوريك حاجة ده الحريق الحيوان.
ترجمة